لبدء البيع على بعض مواقع البيع الافتراضية العالمية مثل موقع اي بي او موقع اتسي، الشرط الاساسي هو التسجيل على موقع بايبال الذي يعتبر البنك الافتراضي الذي يرسل اليه جميع مبالغ المبيعات التي ستحصل بالحسابات. وللاسف موقع بايبال لا يدعم جميع الدول العربية، وفي هذا الفيديو سأريكم طريقة يمكنكم حل هذه المشكلة. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. هذا الفيديو معلن حسب طلب المشترك خالد نبيل الذي يستصعب في الاشتراك في موقع بايبال بسبب الدولة المقيم بها. الحل لهذه المشكلة، عليك التعامل مع شخص مقيم في دولة تدعم موقع بايبال، شخص تثق به والذي يريد مساعدتك. عليك تسجيل حساب البايبال حسب تفاصيل هذا الشخص، ومن ثم يمكنك العمل بحرية على الموقع. أيضا ستضطر لتعريف حساب مصرفي يدعمه موقع بايبال لاستقبال الأموال، لذلك ستتعاون مع الشخص أيضا الذي سيساعدك لسحب الأموال لحسابه المصرفي ومن ثم يشحن المال إليك. للأسف موقع بايبال لا يوفر لنا إمكانيات أخرى لحل هذه المشكلة، وبحالة حصول أي تحديثات جديدة لهذه المشكلة سأخبركم حالا. أتمنى أنني نجحت بمساعدتكم. قناة أكاديمية كامبوست ستعلن خلال الأسبوع العديد من الفيديوهات المتعلقة بآخر أخبار التجارة الإلكترونية، لذلك لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا لمتابعة الفيديوهات الجديدة. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم وسأراكم قريباً.